يقول السائل: هل يصح خروج المعتكف للراحة مثلا كشرب الشاي والجلوس فارغا ساعة أو أكثر؟ لا، لا يجوز المعتكف يخرج إلا للحاجة التي لا بد له منها، كقضاء الحاجة البول أو الغائط أو الوضوء. وأما الخروج للراحة وشرب الشاي لا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، ينقص اعتكافه. والشاي يشربه في معتكفه، يجاب له شاي ويشرب، إذا كان في الليل يشرب، يشرب لما يروى من الشاي، ما يخالف، لكن في معتكفه. نعم.